بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طالب إحسان ناصر. اليوم راح نشرح كيف نحل المصفوفات على الآلة الحاسبة 991EX اللي هي هذه هي. عادة بيجي لونها أبيض، فعشان نحل هيك مصفوفات راح نختار نشغل الآلة الحاسبة طبعا، بعديها نختار منيو والخيار رقم 4 اللي هي راح يكون ماتريكس. الماتريكس الأولى، المصفوفة الأولى راح نسميها مثلا ماتريكس A. بعديها راح يجي يسألني numbers of row، عدد الصفوف، عدد الصفوف 2، عدد بعدها راح يسألني row of number of columns، كم عدد العواميد اللي عندنا، فهي 2 برضو. احنا راح نيجي 1 2، نحط الأرقام اللي عندنا حسب المصفوفة الموجودة، بعديها بنخزنها نكبس A C. هسا بدنا نشوف ماتريكس ثاني، المصفوفة الثانية، بدنا نيجي نخزن مصفوفة ثانية في حال ضرب المصفوفات. راح نيجي نختار منيو، بعديها 4، بعديها رقم 2، ماتريكس رقم 2 او ماتريكس B. بعديها راح يسألني numbers of column، numbers of row، عدد الصفوف، راح يكون صفين. بعديها number of columns، عدد العواميد 3. راح تطلع معاي هيك المصفوفة شكلها 1 0 سالب 2 موجب 2 3 سالب 2 1. بنعوض الارقام لنا، بعديها نخزنها AC. هسه احنا في حالة ماتريكس B زي ما انا طالب ماتريكس B ضرب ماتريكس A، راح نجي نجربها على الحاسبة. راح نيجي نضرب ماتريكس B في ماتريكس A، هاي نختار الخيارات اللي عندنا، ماتريكس A، هاي ماتريكس B ضرب ماتريكس A. كيف نطول الماتريكس؟ نختار خيار اوبشن اللي تحت الشكل. هسه لو كبرت يساوي راح طلع لي دايمنشن ايرور، هاي دايمنشن ايرور. شان دايمنشن ايرور؟ لان ما بقدر اضرب المصفوفات في بعض. ليه؟ لانه هاي مصفوفات ما فيها ضرب تبادلي، فانا راح اعكس لانه انا مش عارف انهم ما بنضربوا ببعض، وانا بعمل الخطوات اكتشفت انهم غلط. انت شو بتضطر تعمل؟ تعكس، صح؟ هاي ماتريكس A في ماتريكس B، هاي تكبس يساوي، هاي طلعت لنا كل الايش الماتريكس الناتجة. هسه في امثلة دائما بتكون بتطلب منك ماتريكس انفرس، هسه يدويا بتنحل، لكن احنا بنختصرها ونحلها على الحاسبة. هنختار ماتريكس A، ما نختارها من هون قوى سالب 1، عادة شوي ما بتزبط معانا، فاحنا نختار هذا الخيار، راح يكون هون تحت الساين، تحت القوة على يسار الساين، هذا هو نكبس يساوي راح يطلع لنا ماتريكس انفرس. وهذا هو شرح المصفوفات، ويعطيكم العافية.